صار لي تقريبا 4 شهور عم بشتغل بدار مسنين مع الكبار بالعمر. انا بشتغل تقريبا مرافقه لهم، بنلعب سوا، بنحكي سوا، بنطلع بنشتري حاجيات لهم، وانا كثير كثير مبسوطه بهي الشغله، لانه هلا الكبار بالعمر هن بحاجه لنا بهالوقت كثير، انه يكون في معهم مرافق، حدا انه يقعد معهم ويعني يحكي معهم وكل شغلاتهم. انا بروح على دار المسنين مرتين بالاسبوع 3 ساعات، كل مره 3 ساعات. انا خلصت كورس اللغه الالمانيه، وهلا عم يعني رحت اخذت فكره، وحابه اني هلا اني اكفي علمي، اكفي يعني بهذا المجال، حابه اني اعمل مساعده واشتغل بدار المسنين. انا بالاول كنت خايفه كثير من اني اعمل كونتاكت علاقات مع الالمان، يعني انه كنت خايفه كثير، بس لا، وقت رحت لقيت هذا الشيء كثير مسلي، وانا مبسوطه كثير، والشعب الالماني كثير لطيفين وكثير حبابين، ويعني يعني كثير قريبين مننا، ما عم بيفرجونا انه في فرق بيناتنا مع بعض ابدا ابدا. انا خلصت كورس اللغه، خلصته، وهلا حابه بعد ما اخلص هذا العمل التطوعي حابه اني ارد ارجع اكفي علمي، يعني اكفي علمي واتخصص بهذا المجال، اني اكون مساعده بدار المسنين. انا بنصح كل اللي جايين جديد على المانيا انه بجانب كورس اللغه انه كمان يتطوعوا بهي المنظمات التطوعيه لحتى يقووا اللغه الالمانيه، ولحتى انه يكون في اندماج مضبوط بيناتنا. انا بنصح كل السيدات اللي جايين على المانيا جديد انه يدخلوا بهي الدوره التطوعيه.